طب نرحب بهشام حنفي الاول. طيب يلا ماشي انت ضيوفك دي على فكره، فرحب يا بيهم. اتش، ازيك؟ هلو حبيبي يا كابتن يوسف، ازيك يا هشام؟ وحشني والله. الله يخليك. انا بفرح بيك واتانس بيك بقى وتحليلك في مباراه الدوري. والله والله الحمد لله، يعني الواحد انت عارف يعني بيتعلم من الناس كلها وعايز يبقى كويس وعايز يبقى مجتهد في كل حاجه. الحمد لله. لا ما شاء الله عليك، ربنا يحميك والتوفيق دايما والله يا هشام. الله يخليك حبيب قلبي يا نجم. حياتي لعبد الحميد حسن طبعا النجم الكبير. حبيبي يا ميدو، كل سنه وانت طيب ومبروك يا حبيبي، يعني طلوعك مره تانيه وبشكل محترم وفي قناه بيتك، يعني ربنا يخليك يا رب. اطيب واحد بصراحه هو هشام. جميل جميل في المجال اللي شخصيه احنا فيه. جميله ونظيفه. ربنا يخليك يا كابتن يوسف، والله يعني بصراحه يعني ما فيش احسن منك، يعني الله يخليك يعني حبيبي. راجل المواقف الصعبه وفي كل المواقف موجود، الله يخليك يا سعيد ان انا كنت معاك في جيلك لانك واحد من الناس المحترمه اللي يعني لا ربنا يبارك لك يا هشام وبشكل كبير، واخلاق ونظام والتزام في حياتك، ويعني بصراحه يعني ودمه خفيف كمان. كل بص يعني ده احنا عايزين نروح للجانب اللي الناس مش عارفاه يا هشام. بص هو هادي دلوقتي يا ميدو طبعا عشان راجل يعني والله لا متهيألي مدرب كبير، لكن هو في الاصل لا بيت حاجه تانية خالص، حاجه تانية بقى مع الاسره واولاده والجمال، يعني بناته الجمال ما شاء الله وابنه حاجه محترمه مع المدام طبعا اكيد. لا يوسف دمه خفيف كل حاجه، بس طبعا يعني علشان قاعد بقى معاك لازم يبقى فيه كده وقار رسم شويه لكن بره البيت بيبقى فيه يعني ايه اللي هو ايه يعني حوار وهزار وضحك يعني. يعني طمني عليك يا هشام، واخبار الشغل بتاعك واخبار لجنه الكوره ايه؟ والله انا الحمد لله يعني الحمد لله يعني بجتهد زي ما قلت، وفي نفس الوقت طبعا في دوري في اللجنه الفنيه مع كابتن علاء ميهوب الحمد لله لينا اختصاص، واللي عجبني في الموضوع اكتر واللي زاد احتراما للجميع ان لما جه مجلس الاداره برئاسه الكابتن خطيب ابقى على الناس وابقى علينا بشكل محترم، لان الحمد لله الواحد ادى فيها بشكل كويس جدا، بقى لنا سنه ونص دلوقتي قدمنا لعيبه كتير جدا جدا للفريق الاول. مش شرط ان النادي الاهلي ياخد اللعيبه ديت، على فكره انت بتقدم ده دورك انك بتقدم وبتختار، وفي النهايه القرار بيبقى مش ليك، بيبقى المدير الفني ورئيس مجلس الاداره او رئيس النادي طبعا كابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره الحاليه اللي موجود فيها طبعا اكيد كابتن زيزو وكابتن علاء ابو صادق. لكن الحمد لله يعني انا دوري مع كابتن علاء ايوب ليا دور ومديني دور بشكل كويس جدا. الحمد لله يمكن في لعيبه كتير انا رشحتها، يعني انا البدايه اتفرجت عليها لان احنا كان معانا دوري دي ام سي اللي هو دوري ممتاز به، تمام. فلما كنا انفردنا بيه انا كان اختصاصي ان انا ادور على اللعيبه الدرجه الثانيه اللي تصلح للفريق الاول. والحمد لله انت بتنقي من ثلاث مجاميع من 500 لاعب بتنقي احسن اللعيبه اللي تلعب في النادي الاهلي، خلاك مش اي حد يلعب في النادي الاهلي. بالظبط بالظبط بالظبط. كون انك تنقي ثمان لعيبه يلعبوا في النادي الاهلي وارجع اقول لكابتن علاء ميهوب اللي هو رئيس اللجنه ويتفرج عليهم مره واثنين وثلاثه عشان هو اللي ياخد القرار مع كابتن حسام بدري، خلي بالك الامور صعبه جدا، ما كل واحد بيرقصه رئيس او مدير. فانا كان دوري ان اتفرج، اتفرجت على ناس رشحتهم النادي الاهلي. في النهايه ممكن يبقى المفاوضات تعثرت، ممكن يبقى النادي الاهلي ما كانش في احتياجهم دلوقتي، لكن اللعيبه دي لعيبه راحت لانديه كبيره، يعني انت عندك باك ليفت اسمه محمد صادق ده كان من احد الاختصاص اللي الواحد الحمد لله شايفه وتنبأ بيه، ومواليد 97 النهارده في الاسماعيلي. الاسماعيلي ولاعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي. هيبقى منتخب، بص هيبقى منتخب مصر اللي جاي بالظبط. يعني انا ده بيلعب باك ليفت، بيلعب اوف ليفت، بيلعب ديفندر، كل حاجه. ممكن يلعب في 4 2 3 1 في 3 اللي فوق، تحت راس حربه كمان. وبيلعب تحت راس حربه زي ما كابتن يوسف بيقول لك، دي حقيقه. فدي ادي واحد. رقم اثنين محمد عنتر اللي كان عليه الخناقه كلها، الناس كلها قالت لك لا ده ما ينفعش وما يصلحش، النهارده راح ب 15 مليون اللي احنا كنا هنجيبه ب 3 مليون. اتعرض عليه 10، اتعرض في النادي الاهلي ان يبقى ب 10 مليون، لكن في النهايه انت كان ممكن تخلصه ب 3 مليون. تمام؟ هو راح الزمالك النهارده ب 15 مليون جنيه كاش. يعني انت فاهم؟ فده واحد من اللعيبه اللي اتكلمنا عليها بشكل كبير. عندك كابتن علاء ميهوب جاب طبعا ازارو يعني بشكل كبير، اللعيبه السيرد الباك بتاع طبعا عندنا اللي هو طبعا اكيد من ترابط اسماعيليه يعني كمان. يعني بص في عناصر يعني كتير، في لعيبه كويسه تصلح تلعب في النادي الاهلي. النهارده النادي المصري واخد اربع لعيبه بيلعبوا في المصري من درجه ثانيه، كنا برضه حاطين اساميهم. وفي لعيب كويس جدا جدا كمان في الاسيوطي، يعني كابتن هادي خشبه موجود ممكن تسالوه، اسمه هشام رمضان، اسمه هشام نيمار. بالظبط. لعيب كويس جدا ومواليد 96 يعني لسه سنه صغير، برضه مستقبل. لعيب يعني لعيب هايل فعلا.
لعيب كويس جدا يعني. طبعا الحمد لله الواحد يعني زي ما اقول لك بيجتهد، وفي النهايه هم اللي بيختاروا. انت ما عليك انك بتشتغل فعلا وبتقدم لعيبه، وفي النهايه القرار مش ليك، بيبقى راجع للمدير الفني طبعا، والكابتن يوسف عندك اهو هو اللي بيبقى بيحتاج. يعني انا المدير الفني بختار، انت بترشح لي، لكن في النهايه انا بختار وبجتهد انك تجيب اللعيبه ديت يعني. اكيد اكيد يعني. كابتن يوسف عايز لا هشام، انا بس كنت عايز ااكد ان الدور اللي بيعمله هشام واللجنه الفنيه طبعا دور حيوي جدا، ودور اللي هو كان بتاع الكشاف بتاع زمان، بس بقى على شكل احسن كمان. ان هشام بعينيه لانه اشتغل في التدريب، فعنده الحس بتاع ازاي يشوف لاعب، بيشوف واجباته الدفاعيه، يشوف واجباته وبيتابعه كذا مباراه، ما بيروحش يتفرج عليه مباراه ويرجع يتكلم يقول يا جماعه ده في لعيب كذا او لعيب مثلا مميز او بل بيتابعه كذا مباراه. فدي طبعا بشكرك هشام، مجهود كبير جدا، وده كل ده بيخدم على النادي الاهلي وبيخدم على الفريق الاول اكيد. فدي حاجه طبعا يعني فعلا بشكرك وبتمناك التوفيق، لان مجهود كبير يعني. هتلاقي هشام، انا على ما اتصور طبعا انت بتسافر، اذا كان في مباراه خارج القاهره بيسافر وبيروح يتفرج عليها، صح يا هشام؟ مظبوط صحيح يعني. بالاضافه دي حقيقه برضه ساعات بنروح فيها، ولما بيطلب منك انك تروح تتفرج عليه وتتابعه وتكتب كل التقرير على اللاعب اللي انت محتاجه يعني، الحمد لله يعني واحد زي اسلام حارب. اسلام حارب على فكره انا رايح لما جبته في النادي الاهلي ومواليد 92، لما انا جبته في الفرقه اللي انا ممسكتها بعديك يا كابتن يوسف، فرقه الناشئين. مظبوط. انا رحت له، كان بيلعب في النادي البحيره وكفر الشيخ، رحت فعلا عشان اختار اللاعب دوت، فرحت اتفرجت عليه وجه النادي الاهلي، مشي ورجع تاني النهارده بيكسب النادي الاهلي يعني. واحد معاصر لعيب مؤثر جدا طبعا طبعا يعني. فالحمد لله واحد زي ما كابتن يوسف بيقول له مجهود، لكن كله في حب النادي الاهلي طبعا. كابتن يوسف انت عارف ان اي حد يتمنى ان بس يبقى جوه الجدران يعني، انت عارف كده كويس يعني. فيعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. لا ربنا يوفقك يا شيخ، نجم كبير وتستاهل كل خير، وكنت لعيب موهوب وحاجه جميله جدا ومؤدب وملتزم، فاكيد هتجيب لعيبه كلهم يعني شكلك على الاقل. كابتن هشام، ربنا يخليك. كابتن هشام حنفي نجم الاهلي، كل الشكر والتوفيق ليك ان شاء الله.